بالنسبه للخليه هذه المساله اللي سنخدم عليها سنضغط النحل لدرجه انه سيولي معلق في الخنشر. يعني النسبه ديال النحل المرضع النسبه ديال النحل اللي سيكون فاتي وصغير العمر ديالو بين 6 ايام حتى 14 خاصو يكون بواحد الكثافه كثيره في ديك الخليه. وضروري ومؤكد بالنسبه ضروري خاصو يكون جوج اطارات ديال البوليت داخل الخليه. وخاص التغذيه احسن تكب النحل ماشي بحال اللي عطيتيه اطار ديال العسل مفتوح. بالنسبه الى عطيتيه مثلا التغذيه بالعسل خلال ديك الفتره ديال 5 ايام بين ما تسدوا اليرقاش حتى الشكل ديال البيوت الملكيه تيجي حتى البني ديالهم سيكون بيض وناصع حتى الشكل ديالهم سيكون حتى التغذيه ديالهم. فرق بين مثلا انك وفرتي العسل وحبوب اللقاح وما غديتيش النسبه ديال القبول ما كتكونش بالشكل المطلوب. هي اصلا حتى ديك الخليه اللي غادي تربي فيها خاصك تكون تمهيئه قبل فتره التيتيم خاصها على الاقل تكون 24 ساعه وتكون مغديها مثلا قبل ما تجهزها خاصك تغديها واحد 3 ايام ولا 4 ايام بحال كتجهز النحل انه يشتغل وحتى الغدد ديال الشمع كتبدا كتنشط لدرجه ان بعض المرات ما كتكونش وقت الخدمه وكتلقى زوائد شمعيه فوق البيوت الملكيه. يعني النحل راه في مهيئ بواحد الشكل صحيح. ومساله اخرى خاص هذا الاطار ملي تنزرعوه من بعد 24 ساعه نهزوه خاصنا نلقاو النحل هنايا معلق شاد فيه شاد. عندما اغلبيه ديال الفيديوهات اللي كنطالع عليهم الناس اللي كتشتغل عندهم التربيه كيهز كيبان لك ثلاثه النحلات اربعه النحلات فوق البيت الملك كيفاش غتكون النسبه ديال النجاح؟ كيبان لك ربا وحده هنا وحده هنا وحده هنا يعني فين تكتل النحل. اما بالنسبه خاصنا ملي نهزوا هذا الاطار من بعد 24 ساعه خاصو ترفع علينا بواحد الصعوبه بديك الكثافه ديال النحل اللي غتكون فيه. واحد الاضافه هو دابا شنو العمليه ديال الباج؟ العمليه ديال الباج هي واحد العمليه اصطناعيه اللي باش اننا كنفرقوا النحل. يعني انه واحد العمليه اصطناعيه باش كندفعوا النحل انه يدير لي الباج. بطبيعه الحال حنا طبيعيا باش كنعرفوا النحل يدير للباج فوكاش يعني كيكون الظروف ان النحل باش يفرخ يعني كيكون الوقت ديال الدخول كيكون اصلا انه يكون بلوكي وهذه هي الظروف ديال يعني خصنا نوفروا هاد الظروف اللي كيفرخ فيه النحل. والظروف اللي كيفرخ فيها النحل كما قلنا يكون العسل موجود وتيكون وقت ديال البني. انت ملي كتجي في هذا الوقت ما يمكنش يكون النحل يفرخ ولكن انت كتوفر ديك الظروف وهاد الظروف بطبيعه الحال هو الظروف انه يقدر يبني والظروف انه تيحس كاين المدخول على داك الشيء انك تعطيه اطار ديال العسل ما يديرلكش للفاج بحال طعمتيه لان ملي طعمو النحل تيحس على اساس انه راه كاين الخدمه تيدخل داك المدخول اللي عنده هو اللي كيدفعو انه بطبيعه الحال يدير الكؤوس مزيان ويقبلهم لان علاش؟ لان كتوفر له الظروف انه غادي يخرج واحد الفروخه جديده. واخا استاذ هذيك السيري الحاليه ما تبقاش متسعه عندها علاقه بالموضوع؟ بطبيعه الحال عندها علاقه لان هذيك حتى هذيك الشرط الثالث لان رانا قلتها في الاول يعني الفرخ اذا كان عنده اي خليه اذا كان مازال معاها واحد الاسباس واحد الاتساع ما يمكنش تفرخ ولكن ملي كتحس براسها انها مضغوطه هذه طبيعي كتهضر على الطبيعي التطر الطبيعي يعني التطر الطبيعي باش كتخلقها له تنتهى خصها تخلقها له يعني ملي كتضغطوا وكتجدوا العلافه وتدخلوا مثلا ثلاثه كوادر ولا بعض كوادر راك فرضتي عليه على اساس انه خصو ما يبقاش فرضت عليه على اساس انه خصو يتقسم لان علاش؟ لانه ما بقى ذاك المحل اللي عنده ما بقاش كافي للسكن وبالتالي كيفكر ملي كتعطيه انت هذا الكؤوس طبعا تيقبلها علاش باش يخرج مالك اخرين باش يخرج في الوقت اخرين. اذا واحد المساله بالنسبه مثلا الخليه نقولوا فيها مثلا هذوك لي روشيت صغار لي روشيت واش بوسيبل نديرهم فيهم هاد الروشيت ديال سبعه ممكن احسن كاع ربيت فيها انا احسن كاع احسن شكون خليه صغيره على الحساب خمسه خليه المويه الثامنه تكون صغيره لا مش بالضروره كيفاش غنديرها خمسه خمسه كترنفوزها غير من الاطارات يعني كيكون هي كتكون فيها 10 هاد الاطارات الى جانب المطاعم العلافه بطبيعه الحال انت ملي كتحيد كتخلي لها غير جوج ديال البولون واحد ديال العسل وكتعطي هذا الاطار راه كيبقى فيها ثلاثه ولا اربعه طبعا راه مضغوطه كتولي مضغوطه ما كيبقاش عندها داك ليسباس وحتى لا ريشيت بطبيعه الحال اذا كانت قويه مزيان
وفيها النحل بزاف وفيها الكثافه راه حتى هي كتقلع وكتكون افضل. علاش؟ لان هذيك كيكون البيت مهيئ انه يطرد. لان علاش؟ لان ليسباس ديال لان هي الافضل بالنسبه للستارتير. ستارتير شنو ستارتير؟ ستارتير هو انك تجمع واحد المجموعه ديال النحل لانه صغير وخصك ضروري ديرو في لاروشيت، ما تخليش في صندوق كبير. لان علاش؟ لان ديك لاروشيت هي كتحل كتوجد هذا الظرف ديال الاكتظاظ لداخل النحل، كيحس براسو انه مكتظ بطبيعته كيفكر انه لا ماشي خليه صغيره. اي وسط اي وسط باش اي وسط تفضل. لا اخك ملاك احنا بالنسبه للاخ اللي قال خليه صغيره، ماشي بالضروره خليه صغيره. لان علاش؟ لان المفروض هو يكون نحل كثير، يكون نحل كثير، يكون نحل كثير، وخاصه يكون النحل اللي عنده ما بين 6 ايام و 14 ايام. علاش ما بين 6 ايام و 14؟ لان هذا النحل هذاك هو اللي كيفرز الغذاء الملكي. وهنا ملي تنقول الاضافه اللي قال السعود لطفي على حساب هذاك اللي قام داو به وهذا المكمل المتمم هذا بالنسبه للانسان اللي كيكون كيدير بزاف ديال الملكات، كيكون مثلا اما لاجر رويال اما كيكون داكشي كنحتاج المتمم. علاش كندير المتمم؟ حنا مثلا تمنا واحد الخليه، الخليه مثلا فيها 40000 نحله، طبعا كيكون فيها 8 ولا 9 ديال الكوفا، راه ديجا راه فيها 40000 خليه. هذا راه من طبيعة الحال من ناحية ديال النحل راه كتبغي شي حاجه. اذا انت مني كتحيد لهذيك الاطارات وكتيتمها راك ضايع فيها. اش كدير؟ كدير مثلا انت كانسان كتنتج بزاف ديال الخلايا ديال الملكات، كتحاول كان تستغل جوج ولا ثلاثه د الخطرات، كتحط هذا كيدوز فيها مثلا 48 ساعه وكديه المتمم ودير له واحد اخر عاوتاني وتحطو وديه المتمم ودير واحد اخر وتحطو ديه المتمم ثلاثه ولا اربعه المرات. شنو الفرق ما بين المتمم؟ المتمم عنده مميزات، مميزات هو انه كيكون واحد كافوراب واحد الوسط لانه طبعا احسن ديك الجبهه بحال اخرى، بحكم انه كيكون كانه كيكون لا كتفرض عليه وكيكون واحد الوسط لانه مريح. علاش مريح؟ لانه عنده الملكه ديالو ديجا طبعا الحال، وكاين المدخول، كاين المدخول المدخول ديال البولون بزاف، وكاين المدخول ديال النكتار بزاف. فاش كتعطيها له انت كتحطو كما قال الاخ امام الامر الواقع، كدير واحد قريارين وكتحطو له الفوق طبعا الحال. هذاك بطبيعه الحال هو اساسي خصو يكون قوي. لان علاش؟ لانه ملي كيكون قوي هذاك عنده لي بولون وعنده 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 الكوفه بزاف، ملي كتحطو انت كيكون هو مستعد كيفرح. بالعكس كيفرح، لانه علاش؟ لانه حطيت واحد الوضع اللي يتوالد فيه بزاف وعاد يدير بزاف ديال الملكات وعاد يخرج صروخه بزاف لي زيسا. بطبيعه الحال تيكون هذاك المكمل تيكون فيه الملكه ديالو، غالب الاحيان تيكونوا هما بحال ولكن تيكونوا افضل من المتمم بوحده. كاين حتى واحد الاضافه على حسب اللي قال السيد، هو هذيك المتممه الخاليه المتممه تكون فيها البيض، تكون فيها الكوفا مفتوحه وتكون هي تكون جاذبه للنحل، تكون جاذبه للنحل اللي غادي يوكل هذوك اليرق. الوغ حتى ملي غادي تهز هذا من خاليه ميتمه تحطه في خاليه عاديه، من الاحسن تديرو بين كوادر اللي فيهم البيض على الاقل من جهه بعد. علاش؟ باش البيض يعني يرقه صغار يجلب النحل باش يجلب لينوريسور. ولكن راه كيقول لك ما ديروش فاسمه والملكه اللي غتكون التبنى دابا راه التبنى بدات راه التبنى هذه مرات متممه. انا درت واحد التجربه اخرى، درت قريارين، درت كادر بحال هذا تنديرو قريارين هنا قريارين هنا تندخلو فين ما بغيت في الصندوق. ايه هذا تنديرو في السونتر كاع ديال الصندوق. هذا واخا تخدم خير تخدم حتى نعم وافضل نعم. درت قريارين تنثبتو هنا بسميتو تنديرو نجيبو فيسات الو عاد تنركب له هادو من تنهزو من الخليه البادئه وتحطو في الفراغ وهذه وهذه طريقه افضل. علاش؟ لان تنحل ملي كتحطو ديك قريارين تيديرونجا تبقى يطلع بصعوبه ويهبط بصعوبه وبعض الخطر يقدر نعم تلقى صعوبه. ولكن ملي كتحطهم طبعا كدير هذا قريارين طبعا الحال كيبقى الوسط سليم بالنسبه للنحل وكيبقى ساهل عليه. كتقطع طريف كتقطع طريف هو راه غادي يجي تقريبا نحسب جوج شي هو هذا نعم تيجي حسب تندير له بحال هكا تنقطعو من هنا وتقطع الثاني تديرو لهاد الجي وتندير له يكون ساهل مثلا فيسات غلاط ولا حاجه. دابا ما تستعملش الوسط تقدر ديرو حتى اي واخا ديرو بلا ما تبدا الهوس لا وسيرتو في هاد الفتره دابا في البدايه ديال العام قليل اللي تيكون عنده الهوس وغير ربما الاخوان كاين المبتدئ هنا. علاش تنديرو قريارين؟
باش الملكه ما تهرش هذا لان انا خليت ما تدخلش بالنسبه للناس المبتدئين لان انا خليت حتى نقطه على طبيعه الحال الملكه تهرش دخل تدمرهم دابا الوضع ديالو الطبيعي بخليه المويد تما فين بوزيسيون هنا بلاصه تكون كيكون كيكون لا ماشي لا ماشي خلينا المويد تما الاطار ديال العسل الاطار ديال البولون بولان وبولان وهذا في وسطهم والاطار ديال العسل وراك ما جاوش الشتبك خليتي دارو خصو يكون دارو خصو كادر الكوفر هنا وكادر البولون هنا وكادر ورا قلبنا بالنسبه للترسيب ديال الخليه نعم تفضل بالنسبه للترسيب داخل الخليه ديما تلاحظوا ان العج ديال الحضانه سيكون بالوسط ومباشره تيحادي الاطار ديال البولين من الجانبين في اليسار وفي اليمين وفي الاطار الاطار الاخير كتكون الاطار ديال العسل هذا هو الترسيب ديال هذا فين غيكون بين الاطارات ديال اللقاء سير وفي دابا هذاك الكادر شحال ممكن تكون النسبة المئوية ديال الملكات بالنسبة ناشحة بالنسبة للرصيدة كما قلت دابا انت جوج كوادر ديال البولين واحد ديال العسل نعلفوه ونعطيوه هذا الكادر شحال النسبة المئوية ديال الملكات تعطينا 100% داكشي اللي عطي لا 98 لا لا عطينا دابا هذيك مثلا الكادر شحال فيه من الملكة هذا فيه 14 18 28 واش تعطيوه كادر ولا جوج كوادر؟ لا جوج 4 6 8 10 12 14 16 18 بحال 36 واش فيه كادر واحد 36 ولا نضيفوا له جوج كوادر كادر واحد الا درتي جوج كوادر شحال كتحمل الخليه لا هكا شي بغينا نهضروا على الضغط نعم نهضروا على الضغط ديال الحال بعدا دابا الا درنا جوج اطارات شحالكم هنا خاص واحد الكشافه كثيره ديال النحل نعم يعني بحال هاد لي سباس خاصو كله يعمر نحل ملي كدير غير اطار واحد النسبه ديال القبول ديالو هو اصلا النسبه ديال النحش علاش كتعتمد حتى ما تخدش هذيك لي رقم انت كتهزها فهمتي وحتى هذيك الخليه اللي غادي تربي فيها ماشي تجعرها مثلا وتخليها في واحد الحاله ديال الهيجان الا خليتي فيه حال ديال الهيجان وشديتي هاد الكؤوس طعمتيهم ممكن نشحو ثلاثه نحل يرمي هذوك خليه بحال هي جرو الدخان الدخان ما تعطيش الدخان بزاف ملي كتبغي تعطيه باش غتهيج شنو الحاجه اللي غتفادي هي الهيجان ديال النحل الهيجان مثلا ما تدخنش عليها بطريقه صحيحه ممكن الحلان ما تحلاش بواحد الطريقه تقلقهاش ما تقلقهاش ما تقلقهاش وهذا الاطار حنا ملي تنهزوا الاطار هذا الاطار تندخلوا 24 ساعه ملي كنمشيو للخليه وتنهزوه تصرفوا بحالكم تنحاولوا نلفظوا بواحد الطريقه بواحد شويه والخليه ملي تنفتحوا عليها الخليه ملي كنفتحوا عليها ما كنردوش ليها الخنشه والغطايه ديالها لا تنشدوا غير هذيك الغطايه وتنقلبوها بواحد سلاسه تنحل ما تيحش مجرد البلاصه ديال الكادر والبلاصه ديال الكادر ما خصناش نعاودوا نضغطوا الكادر كيفاش غنهزوا الكادر بحالكم غنخليو هذاك لي سباس خاوي حنا ملي كنردوا هذا الاطار كنلقاو النحل معنقد في ذاك البلاصه لدرجه ان ملي سنهبطوا الاطار سنهبطوا بواحد الصعوبه خاصنا نهبطوه بشويه سي لطفي وهذاك الخليه المويه تابعه خصك تحافظ عليها النفسيه ديالها ما تزعجهاش ما تقلقهاش واش داك واحد الاضافه سي لطفي هذا بالنسبه شحال دير واش كادر ولا جوج هذا بطبيعه الحال تيعود لك انت شنو بغيتي الا بغيتي مثلا الا بغيتي لان علاش لان قد ما يكون النحل كثير والملكات قلال كؤوس قليله قد ما تيجيو قد ما تطعموا مزيان بلا جروير قد ما تجيو الملكات مزيانين كاين كبار مزيانين والونيرسور ديالهم طبعا التطعيم ديالهم تيجي مزيان اما لا تمشي حتى تشطرتي مثلا ودرتي الصندوقه وحطيتي جوج كوادر ملي كتحط جوج كوادر داك النحل اللي هنا اللي ما بين 6 ايام و 14 يوم يعني قليل كيوزع عليهم كامله قليل ما تيطعمهمش مزيان تيجيوك ملكات صغار بطبيعه الحال ما تيكونوش افضل كادر واحد وكادر احسن ما كاين هو بالنسبه للنحل هو 30 تيجيوك ملكات زعما في واحد المستوى اللي هو رائع علاش وعاد ثانيا حتى النحل حتى نسبه النجاح تجي كثيره تحط مثلا جوج مثلا الا خليتي هكذا واحد بوحدو مثلا الا حطيتي هذا بوحدو يقدر ينجح لك 92% ولكن الا درتي هادو بجوج يقدر ينجح لك غير 60% ولا 55% يعني الا جمعتي هذا الاطار وهذا الاطار عطاوك نفس النسبه تقريبا نفس النسبه سؤال اخر الملكات ناقصين هذاك الملكات ناقصين دابا النحل من 6 ايام حتى 14 يوم وذاك النحل الاخر اللي قلتي بلي عندك واحد الشراسه واش ممكن نقلوا الصندوق لهي البلاصه واحد البلاصه اخرى باش النحل الاخر يبقى هذيك الملكه التقديمه اللي غادي ناخذوا منه باش يبقى لنا ذاك النحل اللي هو السن ديالو صغير بوحدو
باش يبان واش عندهم واحد الشراسه واش هاد العمليه ممكن تكون ولا لا. لا نحتاجو حنا اصلا في ديك الخليه اللي ميتما ما نحتاجوش غير نحل الفاسي صغير، نحتاجو حتى نحل اللي هو كبير اللي غادي كونسومي ديك التغذيه اللي غادي نعطيوه وغادي يغذي باش غالت اللي غادي يفرز لنا الغذاء الملكي. ضروري خاص النسبه ديال نحل ديال الشغال نحل السارح داكشي ضروري خاصو يكون، وعاد حتى بالنسبه للبولين داكشي خاصو وحتى الخدمه لان كل سن عنده واحد الوظيفه معينه. هاد العمليه ديال سميتو واش مرتبطه بشي توقيت معين في السنه ولا ممكن تربية الملكه تكون في اي فتره؟ بالنسبه لي تقريبا انا ممكن شي 15 يوم ما ربيتش ملكه، الفتره اللي فاتت تقريبا كامله ربيتها، ممكن دابا نربي ما عنديش مشكل. دكتور لا دابا ماشي انت اللي عندك مشكل، دابا حسب المنطقه الموضوعيه هي اللي مناخ اول حاجه المناخ. قال الاخ اتوفر مثلا بحال دابا الظروف مثلا ديال التطريد، الظروف ديال التطريد هي مثلا كاين المرعى كاين حبوب اللقاح كاين النسبه ديال النحل مزيانه نحل الجو تاهو الجو الجو ما كيبانش ليه واحد العامل مهم في التلقيح، هو مهم في التلقيح هو كاين في التلقيح العامل ديال. وبالنسبه للذكور راه حتى هو موضوع اخر حتى هو غنطرقوا ليه كيفاش تجهز الذكور ديالك ولو ما تكونش في فتره تكون حرجه وبامكاننا ان نوفر الذكور في المنحل.